طلعوا على هذا. شوف شو راح يسوي. هذا اسمع عمو هاشم، بس راح ما ادري وين راح يروح. انا شوفوا، انا خاب علي الكاميرا بوعو. هذا خط هنا انا عدته من طب هنا انا بهاي الخرابه. ما ادري ايش سوى. عيدنا عيدنا. اي راح اسوي، ما ادري شو راح اسوي. راح يطب الخرابه. راح يطب. طب 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 طب. شوف 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 تخطب يروح لهله والكعبة دار. هسه من يطلع يروح لهله انا اروح اشوف شكو ماكو. وهنا الفيديو الثاني هنا اهلي راح يصوروني وانا بالكاميرا راح اطلع اروح لهنا واشوف شكو وصير خير ان شاء الله. شباب طبعا انتظروني راح اعطي واحد يصورني والكعبة دار راح اشوف شكو. راح لهلي هسه ما اعرف شو اسوي. ابقوا ويا الفيديو بالكاميرا. هسه هنا رحت طلعت، ما عليكم بالشاطئ، عندنا الدنيا حارة. شباب رايحين نشوف ابو هاشم يدخل لهنا. انا ما اعرف. تعال شنو هالخرابة هاي؟ صار شفته هنا ده. شباب اظن هنا اكو شي جواها، انها خفيفة. طلعوا هاي خفيفة، اكو شي عليها جواها. هنا ما اكو شي ذبين. شباب اجو ساعدوني. شباب انا عرفت ايش لقيت. مع السلامة. شي لعبون. هاي بس تعرف. يلا انتظروني فيديوهات جايه.